السلام عليكم. عقد اليوم مجلس الوزراء جلسة الاعتيادية، جل وقتها كان لمناقشة وإقرار الورقة البيضاء. في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء أقر تشكيل خلية طوارئ للإصلاح المالي. هذه الخلية بدأت عملها فوراً بعد الجلسة الثانية اللي هي صارت بحدود 12/5، يعني بعد أسبوع فقط من نيل الحكومة الثقة وتطبيقاً للمنهاج الحكومي اللي واحدة من فقراته هو الإصلاح الاقتصادي. بدأت هذه الخلية عملها بعدة اجتماعات برئاسة معالي السيد وزير المالية، تقريباً 25 اجتماع مع الوزير، كل اجتماع كان يطول بحدود 2 أو 3 ساعات إلى أن توصلت للورقة البيضاء. اسمها ورقة بس هي تقريباً 100 صفحة لإصلاح اقتصادي، ورقة ممكن اعتبارها أيضاً ورقة تنموية أيضاً بسبب سياسات خاطئة ليست فقط 17 سنة الماضية بل لعقود مضت، سياسات اقتصادية خاطئة، غياب للهوية الاقتصادية، تخبط في إدارة المال والنقد العراقي. إذن جاءت هذه الورقة كنتاج لهذه الاجتماعات المتواصلة. هناك سقف زمني لهذه الورقة يمتد من 3 إلى 5 سنوات لتنفيذها. هي أساس لحكومات قادمة، نعرف تماما أن هذه الحكومة مهمتها الأساس هي إجراء الانتخابات المبكرة وتهيئة الأجواء المناسبة لهذه الانتخابات، لكن أيضا التزاما بمنهاجها الحكومي اللي صوت عليه مجلس النواب هي ملتزمة بتأسيس سياسة اقتصادية رصينة تدع العراق يسير بطريقة لا يمر بأزمات مثل أزمة رواتب أيلول. هذا اللي الأزمة الاقتصادية الحالية، يمكن نجاح هذه الورقة وتنفيذها سيجنبنا يعني تداعيات انخفاض أسعار النفط أو أزمة اقتصادية أو صحية مثل كورونا. إذن هي ورقة إصلاحية لا تختص فقط في العمر القصير لهذه الحكومة المحدد بإجراء انتخابات، وإنما إصلاح اقتصادي ومالي كامل ممكن يؤسس لحكومات قادمة. إذن جلسة مجلس الوزراء، طبعاً معالي السيد الوزير راح يستقبل أسئلتكم حول مضامين هذه الورقة التفصيلية، ممكن يجاوبكم على هذه الأسئلة. لكن فيما يخص جلسة مجلس الوزراء أيضاً اليوم اتخذ قرار مهم. تعلمون أنه استحقاقات الفلاحين وبسبب العجز المالي الموجود اللي واحد من أهم إصلاحاته هو هذه الورقة، العجز المالي الموجود تعثرت الحكومة في تسديد كافة استحقاقات الفلاحين من مسوقي المحاصيل الاستراتيجية. فقط تم استلام 30% من هذه القيمة وبقت 70% في عهدة الحكومة. الموسم الزراعي على الأبواب، لذلك كان لابد من إجراء سريع للحكومة قد أسمي نوع من التعويض العيني حتى يسمح للمزارعين والفلاحين ببدء الموسم الزراعي القادم. لذلك قرر مجلس الوزراء اليوم بقيام وزارة الزراعة بتجهيز الفلاحين والمزارعين بالبذور والأسمدة، على أن تقوم وزارة التجارة بتسديد مبالغها إلى وزارة الزراعة من ضمن مستحقات الفلاحين المتأخرة لدى وزارة التجارة. هذا قرار مهم أيضاً، ممكن أن يسرع بالبدء بالموسم الزراعي. الآن أترك المجال لمعالي السيد وزير المالية للإجابة على أسئلتكم حول مضامين الورقة البيضاء. تفضل معالي. شكراً أستاذ أحمد. السلام عليكم جميعاً، وأنا حاضر أن أرد جواب على أي أسئلة عندكم، أي شيء متعلق بهذه الورقة البيضاء. هي الورقة طبعاً برنامج إصلاحي للشأن المالي والاقتصادي بالعراق. الغرض منه الأساسي هو نقل المحور أو البوصلة الاقتصادية من وضع الآن إلى وضع مستقبلي يكون أفضل ويكون ملائم أكثر ومواكب التطورات التي تصير بالعالم. هو
ورقة بها جانب استراتيجي، بها جانب سياسات معينة لازم الدولة ككل تتبناها والمجتمع أيضا، ثم تتحول إلى قرارات أو إلى تشريعات من مجلس النواب. هي مو ورقة تفصيلية تتطرق إلى كل القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدمية بالدولة العراقية، هي ورقة موجهة إلى جانب الاقتصادي والمالي وضرورة نقل هذا المحور. يعني مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، إحنا الآن نتيجة تراكمات عقود من الزمن نواجه تداعياتها الآن، وتداعياتها خطرة، خطرة جدا إذا ما مشينا إحنا في هذه الإصلاح. هذا الإصلاح ضروري من كل النواحي. إذا واحد ينظر بأن هي فتخارطة طريق إصلاحية لمدة 3 أو 5 سنوات حكومة كاملة، ممكن بعد أن ننتهي من هذه المرحلة ونأخذ الإجراءات والإصلاحات الضرورية راح يكون وضع العراق أفضل كثير اقتصاديا، ويتحسن الوضع المعيشي ووضع الفرد أيضا، ونكون مواكبين بالتغييرات والتطورات اللي تصير بالاقتصاد العالمي، خاصة في عالم في نوع من التراجع الانكماش الاقتصادي جراء جائحة كورونا، وأيضا بالتغيير المحوري راح يصير في الطاقة وتكوين الطاقة. فأنا باستعداد أن أرد على أي أسئلة عندكم، فتفضلوا. السلام عليكم مع الوزير أحمد دليمي، قناة الأنبار الفضائية. مع الوزير، تحدثتم على الورقة البيضاء، هذه الورقة هل ستكون إن شاء الله في المستقبل لمحافظة الأنبار من الجانب المالي، علما أن محافظة الأنبار ستفتتح فيها هذه الأيام منفذ عرعر، وكذلك هنالك العديد من المشاريع الاستراتيجية، هل لديكم الاستعداد لدعم هذه المحافظة ماديا ومنح محافظة الأنبار صلاحيات أكثر من أجل نجاح العمل الاقتصادي حتى تكون الأنبار تضاهي دول العالم؟ شكرا جزيلا. يعني المحور هو إحدى المحاور الرئيسية، هي طبعا إصلاح الوضع بالمحافظات. يعني إحنا مبدأ اللامركزية مهم جدا كفلسفة أساسية وراء هذه الورقة، اقتصاديا مهمة، وأكيد المناطق الصناعية المناطق الحرة راح تكون جزء مهم من التوصيات من هذه الورقة. تفضل. السلام عليكم دولة الوزير. عليكم السلام. طبعا العراق معروف ان هي اغنى دول العالم في الموارد وفي الاقتصاد، ولكن هذا المحنه التي يمر بها العراق، هناك موارد كثيره، مثلا المنافذ الحدوديه التي لم يكون هناك اداره قويه او اداره سليمه لجمع هذه الاموال، وهناك السياحه الدينيه وهناك السياحه الحضاريه، هناك موارد كثيره، ولكن لم يكن هناك من مؤتمن على هذا المال. فهل هناك وزارة المالية وضعت خطة استراتيجية لوضع يدها على هذه الأموال المبعثرة؟ ومن الشط الثاني من سؤالي إلى الأستاذ أحمد، هناك تم عقد قمة عربية بين العراق ومصر والأردن، واليوم وزير الخارجية في مصر التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهناك مشاريع واتفاقيات، فمتى تدخل هذه المشاريع حيث التنفيذ، وما هي الرسالة التي وصلت إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من السيد مصطفى الكاظم؟ وشكرا. بالنسبة للمنافذ الحدودية والإيرادات الأخرى، هي طبعا مهمة جدا، لكن ما راح تكون مهما كان في أهمية النفط. الواردات النفطية هي من أهم مصادر الدولة منها إلى فترة طويلة من الزمن. المنافذ الحدودية بالنتيجة مرتبطة بحركة الاستيراد، فاستيراد العراق الآن تقريبا 60 مليار دولار بالسنة، جزء منه طبعا يخضع إلى الجمارك، لكن جزء كبير منه ربما 40% لو معفات لو عليه استثناءات، فلا يطبق عليه نظام الجمارك. فهي مشكلة احنا راح نعالجها ان شاء الله، بين الاستثناءات والإعفاءات كبيرة جدا وتحجب عن وزارة المالية هذه الموارد. بنفس الوقت العراق عنده التزامات دولية، التزامات إقليمية المتعلقة باتفاقيات تجارية، ولازم احنا ايضا ننطيها اعتبار، بأن احنا عندنا اتفاقية السوق العربية المشتركة، عندنا دورنا في منظمة التجارة الدولية، فهاي كلها لازم تدخل في سياق التعرفة اسمه الجمركية. لكن بدون شك السيطرة على المنافذ مهم، منافذ كلها مهم جدا،
وإحنا الآن بدينا بطريقة جدية بنظام الأتمتة، بتطبيق نظام الأتمتة، وخلال الأشهر أو السنة القادمة الجمارك كلها راح تكون مؤتمتة بطريقة راح تخفض أو تمنع التسريبات اللي تصير بما فيها سوء إدارة بالمنافذ، التهريب وحتى السرقات. فهي كلها مرتبطة بالرقابة، جهاز الرقابي، وجهاز الرقابي أيضا مرتبط بنوعية السيطرة عليها. الأتمتة دور مهم أنا أعتقد، طبعا أيضا تقوية ورفض الأشخاص اللي يشتغلون بالمنافذ الحدودية حتى نرفع من شأن أدائهم وكفاءتهم. أما بالنسبة للعلاقة ما بين العراق ومصر فمعالي وزير التخطيط هو رئيس الهيئة واللجنة. فتفضل. شكرا معالي وزير. تسمح لي. يلا. سؤالك الثاني ذكرني بمبدأ فقهي يقول إذا حضر الماء بطل التيمم. أنت معاك رئيس اللجنة التنسيقية العراقية المصرية الأردنية، فراح تحصل على إجابة أكثر دقة. ها؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. تأتي زيارة السيد وزير الخارجية العراقي لمصر استكمالا لمقررات القمة الثلاثية التي جمعت دولة رئيس وزراء العراق و الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه هي الزيارة، هي تأتي مقدمة لزيارة وفد وزاري رفيع المستوى سيكون برئاستنا ورفقة مجموعة من الزملاء الوزراء بالقريب العاجل لجمهورية مصر العربية للتهيئة لزيارة السيد رئيس وزراء مصر للعراق أيضا قريبا خلال فترة قريبة. هناك الكثير من المشاريع المشتركة وآفاق التعاون بين العراق ومصر، منها ما يخص الطاقة الكهربائية وما يخص مواضيع الصناعات الدوائية والزراعة، بالإضافة إلى الهجرة والمهجرين والإعمار والإسكان. هناك تجارب فريدة إن صحت التسمية لجمهورية مصر العربية في قطاع التشييد وفي الشركات العاملة في قطاع الطرق، نأمل من الاستفادة من هذه التجارب لتعزيز ما يمتلكه المهندسين العراقيين من خبرات لإنجاز بعض المشاريع، خصوصا المشاريع المتلكية التي تلكت بسبب أحداث داعش الإرهابية وما نتحدث عن عام 2015 وما تلاها من انخفاض في أسعار النفط. وللأسف أيضا الآن نمر في ضائقة مالية بسبب جائحة كورونا إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، فهناك مشاكل في الموازنة الاستثمارية. قد نجد بعض الحلول من الزملاء المصريين لأن لديهم أيضا ظروف مماثلة. مصر متقدمة في موضوع معالجة العشوائيات أيضا، إضافة إلى الجباية في الكهرباء ومشاريع كثيرة سيعلن عنها في حينها. شكرا جزيلا. السلام عليكم. سؤالي للأستاذ أحمد محمود منديل رئيس تحرير وكالة نقطة الضوء. سؤالي للأستاذ أحمد إنه ما هو دور الحكومة بعد أن تداولت في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود أخواتنا اليزيديات الناجيات في اليمن وفي بعض الدول، فما هو دور الحكومة باسترجاعهم أو مقابل مال أو طريقة إنه حتى يرجعون مثل ما رجعوا يمكن أكثر من 2000 ناجية؟ والسؤال الثاني انه بخصوص موضوع اتفاق بغداد واربيل بخصوص اتفاق سنجار، هل تم اخذ راي اهل سنجار، راي شعبي لاهل سنجار؟ لانه نشوف في بعض وسائل الاجتماعي التواصل الاجتماعي اعتراضات على هذا او على الاتفاق او تعديله. وسؤال عفوا الاستاذ سيد الوزير الماليه، هل توجد تخصيص او ضمن الورقه البيضاء تخصيصات للتعويضات اللي من داعش ضمن موازنه 2020؟ شكرا جزيلا. هذه الحكومة منذ أن نالت الثقة، مكتب رئيس الوزراء تحديدا شكل فريقا خاصا برئاسة أحد مستشاريه لمتابعة المأساة والكارثة الإنسانية التي تعرض لها هذا المكون الأصيل من مكونات شعبنا اللي هو المكون الأزيدي. وهذا الفريق يعمل منذ 4 أشهر وتوصل إلى نتائج ضمنت أخيرا بالاتفاق الذي جرى أخيرا، من بينها واحدة من مفرداتها هو البحث عن الناجيات. مؤخرا كما تعلمون السيد رئيس مجلس الوزراء التقى عينة
من الناجيات سواء كان من الأزيديات أو من خواتنا الشبكيات أو حتى التركمانيات، وأكد في هذا اللقاء على أن الأجهزة الأمنية العراقية بمختلف صنوفها وتحديدا الاستخباراتية تتعاون مع أجهزة استخباراتية للدول المجاورة من أجل الحصول على أي معلومات قد تؤدي إلى عودة أكبر عدد ممكن من المفقودين. بالمناسبة هناك أيضا أطفال عدا النساء المخطوفات، هناك أطفال، فأجهزة أكو تعاون استخباراتي عراقي مع دول الجوار من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن وإعادتهم إلى البلاد. في موضوع الاتفاق الأخير، تعلمون ما مرت به سنجار بعد هذا التحول السياسي الكبير اللي صار بعد دخول داعش، حصل هناك نوع من التعقيد السياسي الكبير في هذه المنطقة، وأنتم تعلمون أيضا هي منطقة مشمولة أيضا بالمناطق المتنازع عليها دستوريا، كان لزاما على الحكومة أن تتواصل مع الجهات الفاعلة في هذه المنطقة من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح أولا بفرض سلطة الحكومة الاتحادية على هذه المنطقة، وهذا ما سيحصل تطبيقا لهذا الاتفاق. اثنين، إعادة إعمار هذه المنطقة. ثلاثة، إشاعة السلم الأهلي بين المكونات في هذه المنطقة من أجل تأمين بيئة آمنة لعودة النازحين بعد إعمار هذه المنطقة، وهناك اهتمام من المجتمع الدولي كبير، هناك منح كبيرة ستمنح لهذه المنطقة من أجل إعادة إعمارها. أترك المجال الآن للسيد وزير المالية للتعليق على سؤالك الآخر. شكرا سيد أحمد. بالنسبة إلى الورقة البيضاء ودورها في رسم الموازنة 21، احنا مثل ما قلت سابقا الورقة هي مثل فلسفة ونوع من الاستراتيجية العامة، ما ندخل في تفاصيل إدراج هذا المشروع أو تلك، لا، بصورة عامة هي راح تكون فد خارطة الطريق للموازنات اللاحقة. فبدون شك موازنة 21 راح تأخذ بنظر الاعتبار كل متطلبات القطاعات الرئيسية بما فيها المهجرين والمهاجرين، لكن هي ما مدروجة كجزء أو بند في هذه الورقة، لأن مو هذا الغرض الأساسي لهذه الورقة. الغرض الأساسي هو رسم المحور أو البوصلة الجديدة حتى تنقل الاقتصاد العراقي من وضع إلى وضع آخر خلال 3 إلى 5 سنوات، وبها أيضا أبعاد أخرى ممكن تأخذنا إلى 10 سنوات إذا الإصلاحات تتطلب نوع من الزمن والوقت لغرض أن تطبق أو تنفذ. لكن بدون شك وضع المهاجرين والمهجرين رح يكون من اهتمامات رئيسية لموازنة 21. 2020 تقريبا السنة انتهت، احنا قدمنا موازنة إلى مجلس النواب و سحبت وعدلت. الآن أكو مشروع لتمويل الدولة من هنا إلى آخر السنة، فيعني قضايا ملحة الآن متعلقة بمالية الدولة الشهرية، فهالقضايا الأساسية الاستراتيجية ما راح تكون مطروحة في هالمشروع القانون لما تبقى من هذه السنة. السلام عليكم، ليد جوامير من قناة آسيا الفضائية. طبعا قبل مدة صوت مجلس النواب على قانون الاقتراض اللي كان محدد بسقف قرابة 20 تريليون دينار، 15 من الداخل اقتراض داخلي وخمسة خارجي. لماذا لم تؤمن؟ طبعا انه كان بعد دراسة انه المفروض انه هذا الاقتراض يؤمن رواتب الموظفين لنهاية العام، لماذا لم تؤمن رواتب الموظفين رغم انه الحكومة سيطرت على المنافذ الحدودية وايضا على الجمارك بنسب معينة؟ الموضوع الثاني الذي يعني اود ان اثيره، انه ذكرت قبل قليل انه هناك استثناءات في الجمارك أو في المنافذ الحدودية، ما هي طبيعة هذه الاستثمارات؟ يا ريت تكشفها لنا وللرأي العام، تفضل. شكرا. بالنسبة إلى الشطر الأول من سؤالك، يعني إذا سيطرنا إحنا على النفقات لماذا عندنا أزمة مالية؟ الواقع بأن إيرادات النفطية الآن غير كافية أن تغطي متطلبات الرواتب والتقاعد. مؤشر بسيط موجود بالورقة البيضاء، في سنة 2005 الرواتب كانت 20% من إيراداتنا النفطية، هذه السنة راح توصل إلى 120%. فالنقلة النوعية صارت، القفزة الجنونية بالتكاليف، بند الرواتب والاستحقاقات وبند التقاعد أخذ جزء كبير من إيراداتنا النفطية خلال السنين الأخيرة وخلال السنتين الأخيرة بالذات،
قفز إلى أرقام أكثر من 100% هذه السنة. فالضيق موجود لأن تركيبة الموازنة خاطئة، ومعالجتها هي من إحدى أسباب الدوافع الرئيسية للورقة البيضاء. فرح نبقى إحنا في جو من ضيق المالي مننا إلى فترة معينة من الزمن، لغاية ما تستعدل هيكلة الاقتصاد ككل، وننوع، نبدي أن ننوع الإيرادات. الإيرادات بالنتيجة هي مرتبطة بالانتعاش الاقتصادي، يعني ما ممكن أنت تأخذ ضرائب من الناس أو جبايات إذا ما عندك أنت نشاط اقتصادي فعال. فأحد الأهداف الرئيسية هو نكون قطاع خاص عنده إمكانية أن يرقى إلى المسؤولية ويلعب دور رئيسي. لما القطاع الخاص يكون عنده وزن وثقل وعنده ربحية جيدة، ذاك الوقت ممكن نتكلم عن الجبايات، ممكن نتكلم عن الضرائب. لكن التركيبة المالية مال الدولة الآن غير قادرة في وضعها الحالي أن تمول الضغط الموجود من عدة أطراف على القاعدة النفطية. القاعدة النفطية الآن غير قادرة في ظل الإيرادات المقيدة من اتفاقياتنا ويا أوبك، وأيضا التراجع النسبي بأسعار النفط. المنافذ الحدودية الآن السيطرة بدأت عليها، لكن يعني مثل ما قلت سابقا الإيرادات الممكن نحصلها بالمنافذ الحدودية ما راح توصل إلى أرقام كبيرة بحيث تعوض عن تراجع الإيرادات النفطية. يعني مهما كان المنافذ الحدودية، يعني إذا نأخذ إحنا 10 أو 12% معدل الجمارك الآن بالعراق، راح تجيب لنا وارد تقريبا 6 إلى 7 مليارات دولار. الآن نحصل تقريبا فقط 1 مليار من وراء الاستثناءات والإعفاءات اللي أنت يعني طرقت. أولا كل مشاريع الاستثمارية المرخصة بها إعفاء، بعدين 40% من استيراد العراق استيراد القطاع الحكومي، فبصورة عامة هذا ما يخضع إلى، هو يخضع إلى ضرائب لكن يدخل من جيب يطلع من جيب آخر. فبقت الاستثناءات يعني متعلقة بالمؤسسات اللي فيها جانب خيري أو جانب مؤسسات الغير حكومية العدة ترخيص أن تستورد. إذا تجمعها ككل الاستثناءات يعني توصل إلى نسبة يعني كبيرة من الاستيرادات، وبها نوع من الانحراف خلينا نقول، مو كلها بدون شك لكن أكو تجاوزات تصير بها. لكن مثل يعني بصورة عامة الاستثناءات والإعفاءات هي كلها مرتبطة بالقطاع الحكومي. القطاع الحكومي تعتمد من سنة إلى سنة ما بين 40 إلى 50% من استيرادات العراق هي للقطاع الحكومي، فمقيد يعني قاعدة مالتنا ضيقة وصعب جدا أن نوسعها بسهولة بدون ما أثر على القطاعات الأخرى. السلام عليكم أستاذ أحمد. علي حبيب مراسل قناة الأيام. مضت أشهر على زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن، والتي أعلن فيها عن جدولة الانسحاب الأمريكي خلال 3 سنوات. هل هناك من مستجد بشأن هذه الجدولة؟ وهل بدأت الحكومة عدا عكسيا من منذ الإعلان السابق؟ هذا الشق الأول من السؤال. الشق الثاني، في مؤتمر سابق أعلنت الحكومة إطلاق بوابة لاستقبال طلبات التعيين بوقت هناك قرابة 1.5 مليون موظف مضى أكثر من 40 يوم لم يستلموا رواتبهم. هناك أزمة مالية خانقة، كيف ستمول الدولة رواتب الموظفين الجدد؟ شكرا جزيلا. بالنسبة للسؤال الأول، تعرفون جولتي حوار استراتيجي جرت مع الولايات المتحدة الأمريكية لتنظيم العلاقة الأمنية والعسكرية مع الدولة العظمى الصديقة الولايات المتحدة الأمريكية، ونتائجها على الأرض واضحة جدا من خلال إفراغ العديد من القواعد العسكرية، وهذا التزام بين الطرفين بالانتشار القوات الأمريكية خارج الأراضي العراقية، وهو قيد التنفيذ، وقد لا يستغرق المدة التي ذكرتها 3 سنوات، قد يستغرق أقل، لكن بالتفاهم من خلال جولة حوار استراتيجي أيضا ستجري لاحقا لاستكمال كل الخطوات اللي تم اتخاذها، سواء بالجولة الأولى اللي جرت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، أو اللي جرت بشكل مباشر في الزيارة الأخيرة لواشنطن. فيما يخص الشأن المالي يمكن مع الوزير يجاوبك.
متواصل، الطرفين البلدين متواصلين ومتفقين، ووفق الاتفاق اللي توصلوا إليه بجولة الحوار الاستراتيجي الثانية التي جرت في واشنطن، وهناك العديد من الخطوات التي تمت من أجل إفراغ العديد من القواعد العسكرية. تعلمون قاعدة بسماية أفرغت، معسكر التاجي أفرغ، وهناك انتشار خارج الأراضي العراقية تم الاتفاق عليه والبلدين ملتزمين به، وهذا يحتاج إلى وقت، وهذا التعاون والتفاهم بين البلدين مستمر. هناك معلومة أخرى وتعزيزا لما تفضل به السيد وزير التخطيط من إجراءات الانفتاح على سواء على الدول الشقيقة أو الدول الصديقة تحت قاعدة المصالح المشتركة، التعاون الاقتصادي ليس فقط مع الدول الجارة. رئيس الوزراء الأسبوع القادم سيقوم جولة في الاتحاد الأوروبي، ستشمل فرنسا وألمانيا وأيضا ستشمل بريطانيا تحت نفس المفهوم ونفس النهج اللي خططها لنفس هذه الحكومة بالانفتاح على المجتمع الدولي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وفق المصالح المشتركة ما تتطلبه مصلحة الشعب العراقي. فيما يخص سؤالك حول توفير الأموال، السيد وزير المالية ممكن يجيب. يعني بدون شك أكو ضيق مالي، لكن احنا قدرنا خلال شهر أيلول أن نكمل كل الرواتب ولو شوية متأخرة. هسه الآن راح عندنا تنسيق كبير جدا مع البنك المركزي، صار في التعاون كلي ما بين السياسة النقدية والسياسة المالية. فأنا أتوقع خلال هذا التعاون بأن نلقي سبل أكيدة لغرض أن نغطي العجز المالي. طبعا أيضا عندنا مشروع مالية الدولة الآن معروض أمام مجلس النواب، إن شاء الله يقر، وإذا يقر أعتقد منها لآخر السنة ممكن إحنا أن نتجاوز كل تداعيات الضيق المالي. لكن أيضا عندنا إحنا مثل ما قلت علاقة متينة وقوية مع البنك المركزي لغرض نوحد السياسات النقدية والمالية، وهذا راح توفرنا الإمكانية أن نغطي إن شاء الله كل متطلبات وكل استحقاقات الرواتب والتقاعد. إبراهيم المحمود، قناة عينوز. بداية السؤال الأول للأستاذ أحمد، يعني هنالك أمر بإيقاف من القضاء بإيقاف عمل شركات الاتصال، هل سيكون هنالك تفاوض مع هذه الشركات أم هل نتيجة سوء الخدمات التي تقدمها؟ هل هنالك سيكون تفاوض مع الحكومة أم هل ستستمر هذه الشركات بالعمل بأدائها الذي تراجع سنة بعد سنة؟ وأيضا المواطن الذي يدفع ضريبة للحكومة عن هذه الشركات عن طريق كروت الشحن والخدمات التي تقدمها. سؤال ثاني لوزير المالية، أيضا هنالك يعني كان الحديث عن موضوع واردات النفط لم تكن كافية لسد نفقات الموظفين، أيضا واردات المنافذ الحدودية لم تكن كافية لسد نفقات الموظفين. فيما يخص أيضا واردات مزاد العملة، أين ذهب هذا الموضوع عن المناقشة؟ جباية الكهرباء أين ذهبت؟ وبقية الاستقطاعات حتى يعني موضوع جباية الخدمات من أمانة بغداد وبقية المحافظات، أين ذهبت هذه الجباية؟ هل هنالك رفد من هذه الواردات إلى وزارة المالية كي ترفد بها موظفي دوائر الدولة؟ شكرا جزيلا. طبعا اسمحوا لي أقول أنه هذا السؤال الأخير، راح أجيب على السؤال الأول اللي يخصني وأترك وزير المالية الإجابة على السؤال الثاني، ثم أعود لأختم المؤتمر الصحفي. هناك أمر ولائي تقدم أحد السادة النواب بأمر بطلب للقضاء، وصار أمر ولائي بإيقاف التعاقد مع هذه الشركات. وهناك في مكتب رئيس الوزراء وفي الأمانة العامة للمجلس الوزراء دائرة قانونية تتابع هذا الوضع مع المحاكم العراقية، لكن بالاطلاع على شروط العقود المبرمة مع هذه الشركات لتجديد تراخيصها ستطلع بأن حق المواطن العراقي محفوظ في هذه العقود، وأن الإيراد الذي يأتي للحكومة العراقية من خلال هذا العقد بالقياس إلى إيرادات لنفس العقود في دول أخرى سقف عالي من الإيرادات. واحد من أهم أسباب التعاقد مع هذه الشركات والشرط الأساسي هو تحسين الخدمة. وإذا تذكرون وعدتكم في مؤتمر سابق
بأنه بداية العام القادم سيتم تشغيل خدمة 4G من أجل تحسين خدمة الإنترنت وتحسين الخدمة لهذه الشركات للمواطنين، واحد من أهم شروط تجديد العقود. تفضل. شكرا استاذ احمد. بالنسبة للدعم الدولة للتنطيء، الآن الدولة احدى المشاكل الأساسية بالاقتصاد هو دعم الدولة للتنطيء بطريقة غير مدروسة الى عدة قطاعات، بصورة خاصة القطاع الكهربائي. يعني القطاع الكهربائي الآن يكلف الدولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة فوق 12 تريليون دينار، يعني مبالغ طائلة تذهب الى هذا القطاع. بصورة عامة المواطن ما يحس بيها، لأن نسبة دفع الفواتير ضئيلة جدا. فأحدى أهم مقترحات هذه الورقة البيضاء هي ترشيد وتنظيم عملية الدعم، بحيث تكون كل دعم يكون مدروس وبأساس اقتصادي. لما واحد يوجه دعم يتوقع أيضا المردود الاقتصادي اللي يرجع إلى مصدر الدعم يكون مجزي. الآن ماكو أي ربط بين الدعم وبين فائدة هذا الدعم وإنتاجيته. فعملية الجبايات مع وزارة الكهرباء وأيضا حتى المشتقات النفطية وغيرها راح تكون فد عنصر وبند مهم في موازنة 21، وهي أحدى من أهم توصيات هذه الورقة الإصلاحية. لازم الدعم يكون مدروس، يكون موجه بفائدة واضحة ولفترة معينة، ما يكون مفتوح بدون أي سبب على المدى المتوسط والطويل. المشكلة هنا في كل سياسات الدعم، نبدي إحنا لأغراض إنسانية جزء منها، قسم منها اجتماعية، لكن تأخذ حياة لنفسها وتتطور بطريقة بحيث تطغي على الفكرة الأولى. وهذا ما حدث عندنا إحنا الآن. يعني معظم القطاعات الاقتصادية هنا الإنتاجية خاصة بها مشكلة أساسية من سياسة الدعم، فكل طرف يطلب دعم، الدولة غير قادرة أن تقدم دعم للجميع. ما تقدر تنطي دعم للقطاع الصناعي والقطاع السياحي والقطاع الزراعي والقطاع اللي يولد الكهرباء أو القطاع المشتقات النفطية بدون ما يدفع ثمن. الآن الثمن بدأ يوصل والمواطن قام يحس بأن هذا الأسلوب تبعناه بالماضي ما ممكن أن نستمر به. فالإصلاح وإصلاح نظام الجبايات، نظام الدعم، راح يكون من أهم توصيات الورقة البيضاء. ختاما لهذا المؤتمر وتعقيبا على موضوع الورقة البيضاء اللي أقرها مجلس الوزراء اليوم، هذه الورقة هي لإصلاح وضع مالي واقتصادي للبلد عموما، ليس فقط لإصلاح الوضع المالي والنقدي اللي تمر به الحكومة حاليا. لذلك هي بعد إذن السيد وزير المالية هي خاضعة للنقاش لأعضاء مجلس النواب، لمنظمات المجتمع المدني، للاقتصاصيين، تنظيم ندوات، إضافات لهذه الورقة من أجل أن يجتمع كل العراقيين، كل المختصين في مجال الاقتصاد في إنضاج هذه الورقة. هناك بعض المقترحات اللي تشملها هذه الورقة من صلاحيات الحكومة ولا تحتاج، ممكن أن تمضي بها الحكومة من اليوم، وهناك ما يحتاج منها إلى تشريع قوانين مجلس النواب من اختصاصه أن يشرح هكذا قوانين من أجل التسريع في تطبيق مضامين هذه الورقة. أنا أشكر السادة معالي الوزراء اللي حضروا المؤتمر، وأشكركم الشكر الجزيل، ونشوفكم في مناسبة قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا.